بالنسبة لأبو 24 سنة صار له مسجون، وكرمال مين السجان؟ كرمالنا نحن، كرمال نحن الناس اللي هن عم يطالبوا بحقهم. أما بالنسبة ل 15 شباط، نحن نطالب بكل الشرائح، بكل الطوائف، من عربنا، من مسيحيتنا، من إكرادنا، من يزيديتنا، من كل الشرائح هون بسوريا، انه نعمل جهدنا ونناضل ونجاهد ليطلع ابو من السجن. ونتمنى هالشيء هذا نحن وكل الشعب يتحرك يكفي هالظلم هذا لايمت هيك. 400 سنه حكمونا الاتراك العثمانيين، شيء اللي سووا فينا مجازر وما ما, ما, ما ننساها، نحن ما راح ننساها. نطلب من الشعب يتحرك شوي، يبلش يكفي بقى هالظلم هذا لايمت. وإن شاء الله إن شاء الله قريبا يطلع أبو بإذن الله تعالى. أم حموم التي رجعها أمها صباتي أم الكولان أم الحردري أم حازر بن أم سرم اللابن وأم جبو أف كونتلا قول سرسر وكيمة تشيبو أف بيستو تشار صار وكتي صالة بيستو بنجادة قو أف قادة نتوي قو تشكي سر وكيمة ناكن ووك أم التي كورت أم جي نما تسكنن أم البرخوا بدن أم الوجه بيد جمني أم بسكنن حتى تشكي أم سروكي خورا بكن جبل جيانا ماب جيانا سروكي مرايي ازاتيا ماب ازاتيا سروكي مرايي وحتى نقطة داوي خنجاني مذهبي امل سر ملابن وامل دو خطا شهيدة خدابن وترحتي امنابين حتى سروكي خوام ازاتينا كان وك دايك امل دو خطا شهيدة خدابن دو فكر فلسفة سروك ابو دابن وام دو هزي خوني عسكري دابن وحطاني ام صاغ بنجي أمي بيجي سلوك أبو أزاتيج بو سلوك أبو. في شهر شباط اليوم الأسود للمؤامرة الدولية على قائد الإنسانية عبد الله أوجلان، وهذا اليوم ليس اليوم أسود للشعب الكردي بل لجميع الشعوب التي تعشق الحرية والسلام، التي رأت هذه الشعوب رأت النور من خلال أفكارها، أفكار القائد، الأفكار العظيمة الذي يطالب بحرية الإنسان من الظلم والاضطهاد. لذلك نرى أن الدولة التركية أدخلت هذا القائد العظيم في السجن منذ أكثر من 24 عاما، والقائد تحت ظلم هذا النظام الفاشي التركي الذي يمنع حتى محاميه وأهله من زيارته. ونحن كمجتمع عربي سوف نناضل من أجل إخراج القائد العظيم عبد الله أوجلان، وسوف نتبع جميع أفكاره ونسير على خطى شهدائنا، ونناشد جميع منظمات الحقوق الإنسانية للسماح للمحامين لرؤية هذا القائد العظيم، لأن هذا ظلم، والدولة التركية لا تسمح لمحاميه وأهله بزيارته. لذلك نطالب جميع منظمات حقوق الإنسان بأن يسمحوا للمحامين برؤية القائد عبد الله أوجلان وزيارته.